الأحمر. Yeah.
إنجاز تاريخي، يعني غيبقى دائما الفوز ببطولة المغرب دائما كاين تكون عندها واحد الطعم خاص. هاد البطولة كنهديوها لكاع المكونات ديال الجيش الملكي وسورتو الجمهور، لأن الجمهور تبارك الله لعب دور كبير. حنا يعني فرحانين باسكو الدراري يستاهلوا هاد اللقب، دمروا عليه استاهلوه، والحمد لله كنظن هاد اللقب غيجيب ألقاب كثيرة إن شاء الله. الفرحة فرحة كانت كبيرة بحضور الجمهور، هذه الفرحة هذه اللي تأتت من بعد موسم شاق. الحمد لله ربي جازانا، خرجنا من ثلاثة الكيسان كانت صعيبة علينا، خدمنا وعاودنا خدمنا باش نفرحوا هذا الجمهور. الحمد لله على كل حال 15 عام لي فار ما دات البطولة، وهذا العام داتها، وإن شاء الله العام الجاي نفكروا في الشامبيونز ليغ، ونتمنى نكون جيت لي فار وفاء الخير عليها، والحمد لله والله هو ولي التوفيق. فخر كبير، الحمد لله هذا فخر كبير، ورضات الوالدين، رضات الوالدين، رضات الوالدين هي اللي خطوات لي هذه الخطوه اللي جيت وتشاورت معاها بزاف. كازا الرباط قالت لي الرباط يسرت، الحمد لله ربي جاب التيسير، اللهم لك الحمد. شي كلمه للجمهور، شي كلمه للجمهور. الجمهور تنوعدوا من العام الجاي ان شاء الله غنتقاتلوا على البطوله والعصبه وكاع الكيسان اللي مشاركين فيهم. والحمد لله على هذا الانجاز، انجاز يرق فارق جيش ملكي. نتمنى من الله تكون هذه غير البدايه، وفارق جيش ملكي يبقى ديما الفوق فوق ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله تشامبيونز ليغ العام الجاي ولعبوا على جميع الواجهات. شكرا جمهور فارق جيش الملكي، كنتمنى من الله يبقى ديما هو الداعم الاول للفريق وديما يدفعوا الفريق باش يكون في احسن الاحوال. الحمد لله هذا الاوبجيكتيف كنا مسطرينه في بدايه العام، فالحمد لله توجنا به، فالحمد لله هذه غير البدايه، هذه بدايه الزعيم وان شاء الله باقي المزيد من الالقاب العام الجاي. تنبغي نشكر الجمهور العسكري اللي تيجي كيحتج كثافه واللي تيسافر معنا خارج البلاد وداخل البلاد، فهذه غير البدايه، تنبغيو يجيو عندنا ديما ويساندونا وغادي نكونوا عند حصول ان شاء الله. وشكرا. نبداو كيف دمنا من صغري، انا عطيتك عمري رزقينا وعليك راه تشدينا، حكموني على حبك لاموني، كلشي خدو حقي زيدو خليش مطلسوكيا يا عسكرية. بعدا هاد الانجاز الحمد لله احنا فرحانين به بزاف، عانينا بزاف باش نوصلوا لبحال هذا النهار هذا، اكثر من 15 عام وحنا تنتسناو هذا اللقب، والحمد لله هذا العام ربي ما خيبناش، كنا نخرجوا اكثر من لقب واحد ولكن كره هي هذه. الحمد لله كنبغي نشكروا الاداره باللاعبين بالطاقم التقني بكل شيء، تنبغي نوجه تحيه وشكر للسلطات ديال الرباط اللي كانوا هذا العام في المستوى، ولا حتى المدير ديال الملعب السي عبد الرحيم الناصيري اللي صراحه الله هذا العام كانوا معنا في المستوى. وتنبغي نشكر الجمهور ديال الجيش الملكي، وتنبغي نشكر الجمعيات اللي كاينين ديال الجمهور وديما عسكر، والحمد لله ان شاء الله العام الجاي رحنا جايين. السلام عليكم من بار لو سبور سا
سات وام ا راكم عاد الساير كتبها مجمعية الزعيم محب عسكري. كنتمنى ان تكون رسالة وصلت للجمهور الإدارة اننا محتاجين الفرحة، محتاجين ان الفريق يبقى دائما في القمة، لكن هذه القمة اليوم تأكد ان ما كانش شي طرف مسؤول عنها لوحده، فاكيد كانوا بزاف ديال الناس. فإذا شكرنا اللاعبين وكان شكر كبير للمتتويج ديالهم لا في طنجة لا حتى اليوم، فاكيد انا بغيت نشكر جنود الخفاء اللي بزاف الناس ما تذكروش، كنشكر الصحافة العسكرية والصحافة المحايدة لان بزاف الناس حتى هما ناضلوا معنا وقاوموا مع داكشي اللي كان واقع في الميدان الصحفي، مع كامل الاسف لان كاين تكالب على فريق الجيش الملكي بخصوص العديد من المواقع، ولكن الموقع ديالكم وموقع اخرى فيحسب لكم انكم كنتوا نزهاء، ماشي كنقولوا منتمين عسكريا ولكن كنتوا نزهاء. كنبغي نشكر رجال الامن الوطني، قوات مساعده، وقايه المدنيه، الدرك الملكي، كذلك رجال الامن الخاص، لان حتى هما الناس تعبوا معنا، اي واحد كان عنده ولو مشاركه بسيطه فكان مساهم في هذا الانجاز اللي بغيناه يستمر عبر الزمن، ما بغيناش تكون تنتهي. الحاج اللي مدرب التيران، الحاج اللي مدرب التيران قبل كازو. كنشكروا السيد المهندس الحاج اللي مكلف بعشب ملعب، مدير ملعب الرياضي كذلك، السي الناصري. كنبغيو نشكروا سلطات ولاية الرباط لأن كان مساهمة كبيرة في الموسم كامل، تبارك الله، السيد الوالي على أسرهم والسي الخويلدي والعناصر اللي معاه، فأكيد واحد واحد صعيب نذكروا الأسماء، ولكن كلنا مشينا وعرفان المجهود لجميع الناس اللي ذكرت كذلك. نتمنى نواكبوا هذا الشيء، ونتمنى من الصحافة تواكبنا في نطاق العمل الجاد والمصداقية فقط، ما كتبوش أكثر من حقنا. وشكرا لكم مرة أخرى، ألف شكر.